قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم بمشيئة الله عز وجل نشرع في درس جديد من دروس الألفية المباركة لابن مالك رحمه الله، ونبدأ في استعراض درس نائب الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. الأصل أن الجملة الفعلية مرتأتي مرتبة، فعل ثم فاعل ثم مفعول به. قال الله عز وجل: وورث سليمان داود. لكن لغرض من الأغراض التي سنذكرها فيما بعد قد يحذف الفاعل ويبنى الفعل لما لم يسمى فاعله، فينوب المفعول به عن الفاعل ويأخذ أحكامه التي سبق وأن درسناها في المحاضرة السابقة، كالرفع والترتيب، وأنه يعني يبقى فعله مفردا معه مهما تغيرت صورته، وكما سيأتي الآن. ضرب مثالا لنا ابن مالك عليه رحمة الله، قال: كنيل خير نائلي. أصل الفعل نال، فلما بني لما لم يسمى فاعله، لما بني للمجهول نيل، لأن الفعل الماضي الأصل فيه حين يبدل المجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. كتب، أقول كتب، قضى قضي، أخذ أخذ. وإذا كان هذا الفعل الماضي كان معتل العين مثل قال وصام وباع، فإنه يكسر أوله وتقلب الألف إلى ياء، فيقال قيل وسيم وصيم. وهنا نال نيلة، وهنا نال أيضا أخذت نفس الحكم، فقلنا نيلة. لما بنت المجهول قلبت الألف إلى ياء وكسر أول. وناب المفعول به اللي هو خير، خير كانت مفعول به، فلما بني الفعل للمجهول صارت أخذت حكم الفاعل، نابت عنه فأخذت حكمه من حيث الرفع. وخير نائب فاعل ونائلي مضاف إليه مجرور. فاسم نائب الفاعل تعريفه هو اسم يأتي بعد فعل مبني للمجهول أو شبهه. ما المقصود بشبهه؟ الفعل المبني مجهول أسلفناه الآن، إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، كيكتب يكتب، يصوم يصام، وهكذا. ما المقصود بشبه الفعل؟ قال أهل النحو أن يأتي مبنيا للمجهول الفعل مبني مجهول، أو أن يأتي يعني اسم نسب كما سيأتي الآن في الأمثلة. فقال الله عز وجل في سورة الذاريات: قتل الخراصون، قتل الخراصون. فهنا بني الفعل لما لم يسمى فاعله أصل الخراصين، إن القتل معنى لعن، لعن الله الخراصين الكذابين أو ما شابه ذلك من الصفات الذميمة. فلما بني الفعل لما لم يسمى فاعله ناب المفعول به عن الفاعل وأخذ حكمه من حيث الرفع، فصار الخراصون، فصار الخراصون. المقصود بشبه اسم المفعول الذي يعمل عمل فعله، الذي يعمل عمل فعله، لأنه يعمل عمل فعل المبني المجهول، لذلك ما بعده يعرب نائبا يعني عن الفعل أو الاسم المنسوب إليه، مثل قول الشاعر: ما عاش من عاش مذموما خصائله، ولم يمت من يكن بالخير مذكورا. فكلمة خصائله هنا جاءت ناب عن الفاعل، لماذا؟ لأنها سبقت باسم مفعول، عملت عمل فعلها، عملت عمل فعلها. والاسم المنسوب إليه مثل قولنا حينما يقول: صادق رجلا يعروبيا خلقه،
صادق فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقدير وجوبا تقديره أنت، رجلا مفعول به، يا عروبيا خلقوه، هذا اسم النسب. إذن خلقه نابت عن الفاعل، نابت عن الفاعل، فيعرب تعرب كلمة خلقه نائب فاعل. أصل الكلام صادق رجلا منسوبا خلقه إلى يعرب، إلى يعرب. نعم، حسب موقعه في العرب، حسب موقعه في العرب. من أغراض بناء الفعل المجهول، أنا إن بنيت الفعل المجهول ما الهدف وما الغرض؟ هناك أغراض لفظية وهناك أغراض معنوية. فمن ضمن الأغراض الإيجاز، أنك توجز، لأن الأصل في البلاغة عند العربي الإيجاز وعدم الإساءة، مثل قول الله عز وجل: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. كان أصل تقدير الكلام: ومن عاقب الظالمين بمثل ما عاقبه به هؤلاء الظلمة ثم بغى الظالمون عليه. كلام فيه إطالة، وحاشا للقرآن أن تكون فيه هذه الإطالة، لكن القرآن ذروة البلاغة، فجاء وألجم أساطين البلاغة من العرب وجعلهم يعني يقفون مكتوف الأيدي، ما استطاعوا أن يأتوا بآية من مثله لبلاغته وقوته وحلو يعني عبارته ونظمه. فلذلك هنا بني الفعل المجهول للإيجاز. أو قد الغرض الثاني لإفادة العموم والشمول، يحذف أو يبنى الفعل لما لم يسمى فاعل لغرض، ألا وهو إفادة الشمول والعموم، مثل قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أصل الكلام هنا فيه كلام إطالة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، لأي سبب من الأسباب، ما أراد أن يفرع، فهنا عمم وشمل، شمل كل سبب يمنع المسلم من إتمام عمرته أو حجه، فلذلك هنا أفاد العموم. وألا يكون لذكر الفاعل فاعلا، يعني نحن كما قلنا البلاغة أن تأتي بالكلام المفيد وليس فيه حشو، فإن جئت بفاعل مذكور والسياق يدل عليه هذا من باب العبث باللغة. فهنا قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا ما الفائدة من ذكر الفاعل؟ يعني مثلا أصل الكلام: وإذا حياكم فلان أو قوم، أنا لا يعنيني من الذي حياني، الذي يعنيني أنني أرد التحية بمثلها أو بأحسن منها، هذا الذي يعنيني. فذكر الفاعل هنا دون جدوى، فلذلك بني الفعل لما لم يسمى فاعله. كون الفاعل معروفا للجميع كالشمس في ضحاها ولا ينكر أحد، مثل قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. أصل الكلام: وخلق الله الإنسان ضعيفا، فهنا بني لما لم يسمى فاعله. أو كون الفاعل مجهولا، مثل: سرق المتاع وأنا أجهل السارقة، فهنا يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله. أو تعظيم الفاعل بعدم نسبة الشر إليه تأدبا، كما جاء في صدر سورة الجن على لسان الجن وهم يقولون: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمن أدب الجن في الكلام مع الله عز وجل أنها حينما أرادت التحدث عن الشر نسبته، لم تنسبه لله، بنت الفعل المجهول. وأنا لا ندري أشر أريد، لم تقل أراده الله. ما أصابك من حسنة، نعم، فمن نفسك، فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا هو الأصل، فهذا من الأدب. التستر على الفاعل خشية الحاق الأذى به، قد يبنى الفعل المجهول، مثل: كسر الزجاج وأنت تعلم الفاعل لكن تريد أن يأمن من العقاب، فهنا يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله. عدم ذكر الفاعل خوفا منه، كأن تقول: ظلم الفقير وأنت تعلم الظالم لكن تخشى بطشة، لكنك تخشى بطشة، فهنا يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله.
أو إن أردت أن تصون المفعول به بعدم اقتران اسمه بالفاعل، مثل قولنا خلق الخنزير، الأصل خلق الله الخنزير، الخنزير حيوان نجس، فيعني رفعة لاسم الله عز وجل للفظ الجلالة تأدبا مع الله يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله حتى لا يقترن هذا بذاك. ومثل قولنا لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت حينما بنيت الفعل لما لم يسمى فعلنا عظمت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أن تقرن اسمه باسم الفاعل كأبي جهل وغيره من صناديد الكفر. وقد يأتي يبنى لما لم يسمى فاعله للحفاظ على وزن البيت وسلامة تفعيلاته، مثل قول لبيد رضي الله عنه وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. فأصل الكلام وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد أن يرد الناس الودائع، هذا أصل الكلام. فلو بنى الفعل للمعلوم لكسر وزن البيت، لكسر وزن البيت. الحفاظ على السجع، والسجع هو أن تنتهي كل جملة بما انتهت به سابقتها، مثل قول بعض الحكماء من طابت سريرته حمدت سيرته. فأصل الكلام من طابت سريرته حمد الناس سيرته. فلو أنه بناها للمعلوم لما استقام الكلام في بلاغته وروعته. لماذا؟ عندنا باب في البلاغة اسمه حسن التقسيم. حسن التقسيم أن تأتي بالجملتين متناسقتين في كل شيء، هنا جملة اسمية مبتدأ وخبر، هنا اسمية مبتدأ وخبر، هنا فعلية فعل وفعل، هنا فعلية فعل وفعل، هكذا. طابت سريرته، تأمل جملة مكونة هنا طابت سريرته حمد سيرته، لكن لو قلت حمد الناس سيرته لزالت الجملة الثانية في فقرتها وكلمتها عن الأولى، فبالتالي لم يعد هناك حسن تقسيم. حكم نائب الفاعل، حكم نائب الفاعل كما أسلفنا من قبل أنه إذا ناب عن ناب الفاعل عن المفعول به، ناب المفعول به عن الفاعل، فإنه يأخذ أحكامه التي سبق وأن درسناها في باب الفاعل. فالرفع يبقى مرفوعا، يبقى مرفوعا، غير أنه قد يجر بحرف جر زائد فيكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا. في الإعراب أقول نائب فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، مثل لم يقرر من شيء جديد، فمن شيء جار ومجرور شبه جملة في محل رفع نائب فاعل. طيب، فهنا كلمة شيء الأصل لم يقرر شيء جديد، وأقول شيء نائب فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. لماذا؟ لأنه اشتغل بحرف الجر الزائد فأثر في الحركة العربية من ناحية الشكلية فقط، أما الأصل فهو يبقى على رفعه على أنه نائب فاعل. أنواع نائب الفاعل، نائب الفاعل يأتي في عدة صور، من أبرزها أن يأتي اسما ظاهرا، مثل قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، فنائب الفاعل جاء اسما ظاهرا الإنسان، أو أن يأتي ضميرا متصلا أو منفصلا أو مستترا. الضمير المتصل مثل عوقبت البارحة على إهمالي، فالتاء هنا نائب فاعل، التاء هنا نائب فاعل، جاء ضميرا متصلا. ومنه قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عوقبتم، التاء في عوقبتم نائب فاعل. ومثل قوله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين، أرسلوا واو الجماعة، هنا ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. وقوله عز وجل ثم إليه ترجعون، الواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. وقد يأتي نائب الفاعل ضميرا منفصلا مثل ما يكرم إلا هو، فهذا أسلوب استثناء مفرغ ناقص منفي، يعرب حسب من قافي الإعراب، فكأنما قال يكرم هو، فهنا الضمير المنفصل هو ضمير منفصل مبني في محل رفع نائب فاعل. وما حرم إلا أنت، نفس الكلام أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع نائب فاعل. وقد يأتي نائب الفاعل ضميرا مستترا مثل لن أهزم، أصل الكلام لن أهزم أنا، فهنا نائب الفاعل ضمير مستتر
وجوبا تقديره أنا، ومنه قوله عز وجل وإذا الوحوش حشرت أي حشرت هي، وإذا الأرض مدت أي مدت هي. فهنا جاء نائب الفاعل ضميرا مستترا. وقد يأتي مصدرا مؤولا بالصريح، المصدر نعرف أن المصدر قد يأتي صريحا وقد يأتي مؤولا، فقد يأتي مؤولا بالصريح من أن والفعل المضارع، مثل ينتظر أن يثمر يثمر عملنا، ينتظر أن يثمر عملنا، الأصل إثمار عملنا، فأن والفعل المضارع في محل رفع نائب فاعل، أو أن ومعموليها، أن واسم وخبرها، مثل قولنا يؤخذ عليك أنك متهاون، فأن والكاف ضمير المتصل اسمها ومتهاون خبرها، أن ومعموليها اسمها وخبرها، الكل في تقدير نائب فاعل، مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل، تقديره يؤخذ عليك تهاونك. ومن شواهد أن ومعموليها في كتاب الله عز وجل، ما أجمل أن تربط النحو بكتاب الله، لأن الأصل في نشأة علم النحو هو صون كتاب الله عز وجل عن اللحن والزلل، هذا هو الأصل، فدائما اربط النحو بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أدي أن والهاء اسم والسمع خبرها، تقدير نائب الفاعل هنا قل أوحي إلي استماع نفر من الجن. ومنه قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، فنفس الكلام هنا ما ينطبق على أن ينطبق على الآية التي بعدها. وقد يأتي نائب الفاعل جملة سواء اسمية أو فعلية، مثل وغالبا ما يأتي ما بعد الفعل قيل، الفعل المبني لما لم يسمى فعل من قال قيل، قيل لا تهملوا واجباتكم، فالجملة الفعلية بعد لا تهملوا بعد قيل في محل رفع نائب فاعل. ومنه قوله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا تفسدوا في الأرض في محل رفع نائب فاعل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقيل بعدا للقوم الظالمين، كلها كل هذه الجمل التي جاءت بعد الفعل المبني المجهول قيل في محل رفع نائب فاعل. وقد يأتي نائب الفاعل شبه جملة، ما المقصود بشبه الجملة؟ أن يأتي ظرفا أو أن يأتي جارا ومجرورا، مثل قولنا جلس في الغرفة، ففي الغرفة شبه جملة جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. ومنه قوله عز وجل ولما سقط في أيديهم، ففي أيديهم جار ومجرور شبه جملة في محل رفع نائب فاعل. أو أن يأتي ظرف مكان، مثل أقيم عندنا، فعندنا هنا شبه جملة في محل رفع نائب فاعل، أو هذا ظرف مكان أو ظرف زمان، مثل قولنا سوفر يوم الخميس، فيوم الخميس نائب فاعل. كما يأتي مسبوقا بحرف جر زائد كما أخذ من قبل ما كوفئ من طالب، فطالب نائب فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. قال ابن مالك عليه سحائب الرحمة فأول الفعل ضما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، ما المقصود بهذا الكلام؟ يريد أن يبين لك في هذا البيت التغييرات التي تطرأ على الفعل الماضي حال بنائه لما لم يسمى فاعله. فيقول عند بناء الفعل المجهول يطرأ عليه عدة تغييرات، إذا كان ماضيا كما يشير في هذا البيت ضم الحرف الأول واكسر ما قبل الآخر، وضرب لك مثلا بوصل وصل وصل وصل، فضم الحرف الأول الواو وكسر ما قبل الآخر ألا وهو الصاد، كتب كتب، قتل قتل، وهكذا. أما إذا كان الفعل ثلاثيا مزيدا بحرف على وزن فاعل ضم أوله وقلبت ألفه واوا وكسر ما قبل الآخر، مثل قاتل قتل، ناصر نوصر، حاور حور، وهكذا. نقول بويع الخليفة، ومنه قوله تعالى وإن قتلتم لننصرنكم، فهنا حينما بنى الفعل مجهول ضم أوله وقال تم قلب الألف إلى واو وكسر ما قبل آخره. قال
واجعله من مضارعا منفتحا كينتحي المقولي فيه ينتحى. إذا كان الفعل مضارعا مثل ما فعلت في الماضي، ضم الأول لكن افتح ما قبل الآخر، افتح ما قبل الآخر، مثل قولنا يكتب يكتب، يدخل يدخل، يخرج يخرج، وهلم جرا. قال: والثانية التالي تاء المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، واكسر أو اشمم فثلاثيا أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. ما المقصود بهذا الكلام؟ يقول: والثاني والثانية التالية تاء المطاوعة، تاء المطاوعة يقصد بها التاء التي تأتي في أول المضارع، التي تأتي في أول المضارع. قال: إذا كان الفعل مبدوءا بتاء المطاوعة مثل تقدم ومثل تسلم، فقال ضم أوله وثانيه واكسر ما قبل آخره. تقدم تقدم، تسلم تسلم، تقابل تقوبل، تدحرج تدحرج، وهكذا. يبقى إذا بدأ الفعل المضارع بتاء زائدة فضم أوله وثانيه واكسر ما قبل آخره. أما إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل، وهذا الذي أشار إليه في البيت الثاني، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحلي، ضرب لك مثالا باستحلى، استقدم، استخرج، استقال، وهلم جرا، ضم الأول والثالث واكسر ما قبل الآخر. ضم الحرف الأول مع ضم الحرف الثالث واكسر ما قبل الآخر. أقول: انطلق انطلق، انتصر انتصر، استخرج استخرج، استعمل استعمل. هذا يعني بعض التغييرات التي تطرأ على الفعل. قال: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفاء وما لفاء باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. قال: إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل العين، قال باع صام، فبني لما لم يسمى فاعله استثقل في مجيء الكسرة بعد الضمة، ولغتنا لغة اليسر والسهولة، فهذا يكون ثقيل على اللسان، فوجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء ونقل حركة العين إليها، كقولك في باع وقال تقول بيع وقيل، وكان الأصل أن تقول بيع. طيب، أن تنزل مباشرة من الضم إلى الكسر على اللسان، هذا ثقيل جدا على اللسان، هذا ثقيل جدا على اللسان، فاستثقل الكسرة بعد الضم، فألغيت الضم ونقلت الكسرة إلى مكانها، فسلمت الياء من هذا الثقل، وضحت؟ فلذلك صار اللفظ بما أصله واو كاللفظ بما أصله يا أقول: قال قيل، باع بيع، صام صيم، وسام سيما. وبعض العربي ينقل ويشير إلى الضم مع التلفظ بالكسر، هذا ما يسمى بالإشمام عند العرب، وهذا معروف باب، معروف في باب التجويد اللي هو الروم والإشمام. فيعني الإشمام حركة بين الضم والكسر، لكن طبعا يراها القريب، يراها القريب منك، أما البعيد عنك فلا يراها، يلمسها في ويراها في شفتيك. فقرأ بها نافع وابن عامر والكسائي في قول الله عز وجل في هود، سورة هود: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقيل، لكن ليراها القريب ولا يشعر بها البعيد. وغيض نفس الكلام، وسيقة التي جاءت في آخر الزمر في الموضعين قرئت بالإشمام، قلنا هذا للتخلص من الثقل، للتخلص من الثقل. قال الشاعر: حوكت على نيرين إذ تحاك، تختبط الشوك ولا تشاك. فالفعل أصل عندي حاك،
هو الشعر هنا يمدح ثوبا له في هذا البيت، يمدح نوعا من القماش من الثوب، يقول حتى أنها لو اختلطت بالشوك لا يؤثر فيها الشوك. فهنا بنى الفعل للمجهول فيقول حوكت على نيرين إذ تحاك. أصل فعل حاكة، أصل فعل عندي حاكة. نعم، كلام جميل جدا، في رواية له بهذا، لكن هذه الرواية التي يعني موجودة في ابن هشام وغيره، هذا الرواية التي جاءت بها والأسلم والخروج من تقدير أشياء، لكن ممكن ملحيكت. نعم، هذا وجه آخر. طب وإن كانت يا قلبت واو لسكونها وانضم ما قبلها، كقول الآخر الشعر الآخر ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. أصل الكلام بيع، وضحت؟ وأصل الألف في باع أصلها الياء. تريد أن تعرف أصل الحرف، الحرف العلة يعني منقلب عن أصله، أرجعه إلى المضارع، باع يبيع، يبقى الألف منقلب عن الأصل ألا وهو الياء. فهنا يقول إن كانت ياء الفعل الماضي الثلاثي معتل بالياء قلبت واو لسكونها وضم ما قبلها مثل باع بوع، هنا استشهد بهذا البيت. وقد يعرض بالكسر أو بالضم التباس، يعني فعل المفعول بالفعل وكذلك، فيجب حينئذ الإشمام، يجب حينئذ الإشمام حتى لا يعني تخلط المبني للمعلوم بالمبني للمجهول. يجوز في فاء الثلاثي، أول ما يقول فاء اعرف أنه يقصد الحرف الأصلية الأول من بنية الكلمة، فأهل الصرف يرمزون لأصل البنية بالفاء للحرف الأول الأصلي، والعين حينما يقول عين الكلمة يعني ثاني حرف من أصولها، ولام الكلمة ثالث حرف من أصولها. إذا جاء فاء الثلاثي المضاعف مبنيا لما لم يسمى فاعله من الضم والإشمام والكسر، يجوز فيه أن تضمه أو أن تشمه أو أن تكسره، مثل حبه، وضرب مثالا ابن مالك عليه رحمة الله في البيت، وأشم أشم، فهنا الفعل هنا جاء مضاعفا، جاء في حرف مشدد مضاعف، فهنا ما جرى على حاك وباع يجري على الفعل المضاعف منه. وقد قرأ بعض قوله تعالى ذي بضاعتنا ردت إلينا، فيها شيء من الإشمام. فوإن كان الماضي المعتل للعين على وزن افتعل، هذا البيت الثاني الذي قصد به، إذا جاء الفعل الماضي المعتل العين على وزن افتعل مثل اختار، أو على وزن انفعل مثل انقاد، فعل بثالثه في بنائه لما لم يسمى فعله بأول، نحو مثل باع، نقول إن مثلا اختار أخطورة، هي أصل أخطورة فثقل هذا على اللسان فصارت أختيرة. طيب وانقاد، الأصل انقودة، هذا هو الأصل، لكن في ثقل على اللسان، فالذي حدث أيضا الإشمام، يقول إيه؟ انقيدة انقيدة انقيدة، ضم الأول والثاني لا يعني يسلم من أي تغيير، انقيدة واكسر الثالث حتى يتناسب مع الياء. ولماذا صعب علينا المجيء بالواو؟ لأن الواو يليها الياء مباشرة فيها صعوبة وفيها ثقل على اللسان، فقلبت إلى حرف من جنسها ليناسب الحركة وليكون سهلا في النطق على اللسان. فهنا تقول أختير وأنقيد. يعني أردت أن أوضح لكم بهذه الجداول خلاصة ما ذهبنا إليه. إذا كان ثلاثيا ماضي وصل وصل، فهم فهم، نصر نصر، وجلس جلس. وإن كان افتتحت بتاء زيادة كما قلنا، تقدم تقدم، تغافل تغوفل، تسلم تسلم، تبعثر تبعثر. وإن كان مفتتحت بهمزة وصل، انطلق انطلق، وافتتح افتتح. وإن كان ثاني أو ثالث ألفا زيادة قلبت واو، ناقش نوقش، تعاطف تعوطف. وإن كان الفعل معتل العين فعند بنائه كما قلنا
إخلاص الكسر هذا وجه قال قيل لأن أصل قولة نص المضارع منها يقول، فالألف منقلب عن أصل الواو، باع بيع بإشمام بما بين الضم وما بين الكسر، وإخلاص الكسر أو إخلاص الضم بوع يجوز فيها ذلك إذا كان ثلاثيا معتل العين، فيجوز فيها إخلاص الكسر وإخلاص الضم، أو طبعا هذه يعني لغة جاءت عن بني أسد، أو الإشمام حركة ما بين الكسر وما بين الضم، ومنه قوله تعالى قيل يا أرض وغيض الماء أيضا. طيب نأتي هنا إلى نقطة يعني هامة للغاية. الأصل عندنا في القاعدة اللغوية أن الفعل المبني لما لم يسمى فاعله إذا جاء بعده ما بعده يعرب على أنه نائب فعل، هذه حقيقة، لكن هناك أفعال تلزم البناء للمجهول لما لم يسمى فعله في لغة العرب، وما بعدها ليس شرطا أن يعرب على أنه نائب فعل، لكنها أفعال يعني محدودة سمعية، هذا لا يتعارض مع القاعدة الأصلية. القاعدة الأصلية عندي أن الفعل المبني للمعلوم المبني المجهول يعمل عمل فعله فيرفع ما بعده على أنه نائب فعل، هذا الأصل. لكن يعني أحيانا بعض الأفعال وأنا يعني حريص على أن آتي بها، مثل عني محمد بحاجتي، فهنا محمد فاعل بمعنى اهتم، هنا بمعنى اهتم، يعني لم تبنى الجملة المجهول ويأتي المفعول به من بالفعل، لا، هذا الفعل يأتي مبنيا لما لم يسمى فاعل. يعنى حمى فلان يعرب على أنه فاعل ما بعد، سل أصابه السل جن عقله يعرب على أنه فاعل ما بعد، غم أولع استشهد وهكذا، توفي بهذا نكون قد انتهينا من التغييرات التي تطرأ على الفعل. نأتي الآن إلى التغيير الثاني، ألا وهو ما ينوب عن الفاعل، ما الذي يصح إنابته، ما الذي تصح يعني إنابته عن الفاعل. المتبادر للذهن مباشرة أن الذي ينوب عن الفاعل المفعول به، وهذا هو الأصل. يقول وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، هذا من باب إنصافة. يعني قال أن الأصل الذي ينوب يصح أن ينوب عن الفاعل المفعول به رقم واحد، هذه الأولى، الظرف والمصدر والجار والمجرور شبه الجملة، هذه تصح أن تنوب عن المفعول به، لكن في وجود المفعول به، المفعول به يقدم له الأحقية في إنابته عن المفعول. طبعا ابن مالك أشار في البيت الثاني قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد، يعني إن وجد المفعول به فلا تنوب هذه الأشياء عن الفاعل في وجود المفعول به، يعني جملة فيها مفعول به وظرف ومصدر وجار ومجرور، لا، الأولى أن ينوب المفعول به عن الفعل. لكن قال وقد يرد، وقد يرد عن العرب أن ينوب غير المفعول به عن الفاعل في وجود المفعول به، وهذا طبعا مذهب أهل الكوفة وتبعهم الأخفش لكن بضوابط كما سيأتي. ما ينوب عن الفاعل بعد حذف المفعول به إذا كان الفعل متعديا لواحد، لأن متعديا لاثنين ولثلاث هذا باب كبير سيأتي في آخر الباب، فإن تعدى لأكثر من مفعول ناب المفعول به الأول عن الفاعل، وكذلك إذا اشتملت الجملة على مفعول به ثم مفعول مطلق ثم يقدم المفعول به في وجوده. مثال كسر المهمل الزجاجة، فهنا هذه الجملة مبنية للمعلوم، إذا أردت أن تبنيها للمجهول عندك هناك ثلاث تغييرات، فأما التغيير الأول على الفعل كسر كسر، التغيير الثاني يحذف الفاعل المهمل، التغيير الثالث أن تأتي بالمفعول به فينوب عن الفعل ويأخذ حكمه الإعرابي من ناحية الرفع وما شابه ذلك، فتقول كسر الزجاج. ونحو علمت محمدا ناجحا،
علم تنصب مفعولين، الفاعل التاء ومحمد المفعول به أول وناجح المفعول به ثاني. فحينما تبني مجهول احذف الفاعل ألا وهو التاء. علم محمد ناجحا، هنا أقام المفعول به الأول مقام نائب الفاعل. هل يجوز المفعول به الثاني؟ هذا ما سنأخذه في نهاية هذا الدرس إن شاء الله. ومثل أخبرت والدي عليا قادما، بعد البناء المجهول أخبر والدي عليا قادما. طيب، ومثل إذا اشتملت الجملة على مفعول مطلق، حينما أقول صافحت الضيف مصافحة حارة، فعندي الآن مفعول به ومفعول مطلق، فهنا في وجود المفعول المطلق في وجود المفعول به لا ينظر إلى غيره، هذا الأصل. صافح الضيف مصافحة حارة. إذا كان الفعل لازما ناب عن الفاعل كل من الآتي: المصدر، المختص، المتصرف. ما المقصود بالمختص وما المقصود بالمتصرف؟ المصدر المختص أي الذي يدل على عدد بعينه أو يدل على نوع. طب كيف أعرف؟ تعرفه من التالي له: إذا جاء بعده صفة أو إضافة. إذا جاء بعده صفة، إذا جاء بعده صفة أو إضافة. طيب، مثل لما أقول انطلق القائد نحو العدو انطلاق السهم، مثال. لو ركزت في هذا المثال، انطلاق هذا مصدر عندي، صح؟ طيب، وجيء بعده بمضاف إليه، وجيء بعده بمضاف إليه، احنا قلنا أن يأتي بعده صفة أو مضاف إليه، خلاص كده توفر فيه الشرط، يصح أن ينوب عن الفعل. فنقول هنا انطلق انطلاق السهم، فناب المصدر عن الفاعل لأنه توفر فيه شرط، جاء مختصا، جاء بعده مضاف إليه. وكان يأتي بعده صفة مثل قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة، وجاء بعده عدد تبينه. فهنا يقول فإذا نفخ في الصور، أين ناب الفاعل؟ نفخة المصدر، صح أن ينوب عن الفاعل؟ نعم. ليه؟ لأنه جاء مختصا. أما بعض المصادر لا تصح أن تنوب عن الفاعل، لماذا؟ لأنها لا تخرج عن باب المصدرية، ليست متصرفة، ما عرفناها منذ أن وجد النحو إلى يومنا هذا إلا أنها جاءت في المصدر، مثل معاذ الله، سبحان، لا نراها إلا في باب المصدر، فلذلك لا تصح أن تنوب عن الفاعل، لماذا؟ لأنها ليست هنا متصرفة، ما جاءت لا تخرج عن باب المصدرية. أما بقي مثلا نفخة، نعم ينفع أن تأتي، يعني لذلك تأتي في أول الجملة وتأتي في آخر الجملة وتظهر الحركات العربية مختلفة عليه. إذا كان الفعل متعديا لزم مصدره الذي سنوب مناب الفعل أن يكون مؤولا من أن المصدرية والفعل، مثل يستحسن أن تحضر المناقشة، الأصل يستحضر حضورك المناقشة، فهنا تؤول مع مصدره. الشيء الثاني الذي يصح أن ينوب عن الفاعل: ظرف المكان والزمان المختصان، ظرف المكان والزمان المختصان المتصرفان. المقصود بالمختص من الظروف ما خص بإضافة أو وصف، كما قلنا في المصدر نقول في اللين في الظروف، يأتي بعده مضاف إليه أو صفة. والمتصرف منهما ما يخرج عن الظرفية. إذن عندي هنا مصطلحان، المصطلح الأول الظروف المختصة، الظروف المختصة التي تأتي بعدها مضاف إليه أو يأتي بعدها صفة، والظروف المتصرفة التي لا تتقوقع في باب الظرفية فقط ولكن تخرج، تأتي مبتدأ وتأتي خبر وكما سيأتي الآن. يعني مثلا جلس أمام المنزل، هنا أمام، أصح أن تنوب عن الفعل؟ نعم. لماذا؟ لأنها ظرف مختص ومتصرف. صيم يوم الخميس، نعم، ممكن يوم آتي بها مبتدأ، وممكن آتي بها اسم مجرور، وممكن آتي بها مفعول به، وممكن بعض الظروف لا تأتي إلا ظرفا، هي في لا تخرج من باب الظرفية كما سيأتي الآن. وسهرت ليلة الجمعة، يصح أن تنوب. لو دققت النظر فيها جيدا لوجدت أن ما بعدها إما مضافا وإما صفة، إما مضافا وإما صفة. فيوم الخميس، الخميس مضاف إليه، ليلة الجمعة
ولو قلنا سهرت ليلة ماتعة صفة، فمن علامة يعني حسن أو قبول الظرف أو المصدر أن ينوب عن الفعل أن يأتي بعده صفة أو مضاف إليه. طيب، من الظروف الملازمة للظرفية عند، ولدى، وإذ، لذلك لا تنوب عن الفعل. لماذا؟ لأنها ظروف هنا غير متصرفة، غير متصرفة، يعني لا يتغير شكلها، ما ممكن تيجي مبتدأ في جملة أو خبر في جملة، لا، هي لا تخرج عن باب الظرفية، فلذلك لا تصح إنابتها عن الفعل. الجار والمجرور هذا الذي يصح إنابته عن الفعل، ويشترط لنيابته ثلاثة شروط: أن يكون مختصا. كيف الجار والمجرور يكون مختص؟ قال أن يكون مجرور يأتي بعده معرفة ولا يأتي نكرة، مثل اقتطعت من المال، بعد بنائها المجهول أقول اقتطع من المال، ضم الأول لأن فعل ماضي مبدوء بهمزة وصل زائدة، فيضم أوله ويضم ثالثه ويكسر ما قبل آخره، فلذلك المال معرفة، فصار هنا صح أن ينوب عن الفاعل، صح أن ينوب عن الفعل. ألا يكون حرف الجر ملازما لطريقة واحدة، مثل مذ ومنذ، هذان ملازمان لجر ظرف الزمان بعده، جر الزمان، فهذا لا يصح. وكحروف القسم التي لا تدخل إلا على المقسم به، كالواو والباء والتاء، الواو والباء تدخل على يعني ما يجوز أن يقسم به، التاء تدخل على لفظ الجلالة الله، وقد تأتي عند يعني بعض لهجات العرب على رب الكعبة، قلت رب الكعبة، يبقى الواو والباء والتاء أيضا لا يصح أن تنوب عن الفعل لأنها صارت الآن ملازمة لطريقة واحدة. ألا يكون حرف الجر دالا على التعليل، عندي حروف الجر قد تدل على التعليل، تعلل ما قبلها، مثل اللام والباء، ومن حينما يقول مثلا عوقب المجرم بجريرته، الباء هنا للتعليل، نمت من التعب، من هنا للتعليل، فهنا إذا جاءت لتدل على التعليل فلا يصح أن تنوب عن الفاعل. مثال ما توفر في هذه الشروط: قبض على الجاني، قبض على الجاني، تأمل حرف الجر على، توفر في كل الشروط، ما بعده معرفة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: حرف الجر على لا يلازم طريقة واحدة. الحرف الجر الشرط الثالث أنه لا يدل على التعليل، لا يدل على التعليل، ومنه قوله عز وجل: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، فحرف الجر من هنا يعني جاز أن ينوب عن الفعل لأنه توفر في هذه الشروط. قال ابن مالك رحمه الله: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. بعد أن تكلم عن الفعل الذي يتعدى لمفعول واحد في بناء لما لم يسمى فعله، دخل الآن في الأفعال التي تنصب مفعولين أو ثلاث، حينما تبنى لما لم يسمى فاعلها ما الذي يطرأ عليها؟ قال: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، أنا عندي الأفعال التي تنصب مفعولين تنقسم إلى قسمين، إما أنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا باب ظن وأخواته، هذا باب ظن وأخواته، والأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر اللي هو باب أعطى وكسى وهلم جر. فيقول هنا الباب البيت الأول يتكلم عن كسى وأخواتها، فيقول: إذا أردت أن تبني الفعل المتعدي لمفعولين من باب كسى وأخواته إلى لم يسمى فاعله، هذا يقول باتفاق النحاة قد ينوب الثاني من باب كسى، المفعول المفعول الأصل مفعول الأول هو الذي ينوب، لكن إن أمن اللبس قد ينوب الثاني عن الفاعل. فهنا يقول: إذا كان الفعل الذي يرد بناؤه للمجهول من الأفعال التي تنصب مفعولين من باب كسى أعطى وكسى، أي التي تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر، فيقول: أصح هذه الأقوال وعليه الجمهور الجواز عند أمن اللبس أن تجعل المفعول الثاني ينوب عن الفاعل، مثل أعطي مال الفقير، هو أصل الكلام أعطى الرجل الفقير أو المال الفقير، هذا الأصل، فلما بناها للمجهول ماذا فعل؟
قال أعطي مال الفقير، قدم أخر. والأحسن إقامة المفعول به الأول، وهذا الأصل، وهذا هو الأصل. فالأصل أن تقول أعطي الفقير مالا، وهذا الذي يعني حتى تراعى الترتيب. لكن إن أمن اللبس يجوز لك، إن أمن اللبس يجوز لك. طبعا قبل أن ننتقل إلى هذه، احنا أخذنا أن إذا اجتمع الظرف والمصدر والجار والمجرور مع وجود المفعول به، الأصل عند جمهور النحاة أن يقدم المفعول به في نيابته عن الفعل. لكن وجدنا بعض الشواهد القرآنية والنحوية تخالف ذلك، لذلك هذه المسألة فيها ثلاث آراء عند النحاة. مذهب أهل البصرة إلا الأخفش يرون بأن المفعول به يتقدم، أن المفعول به يتقدم في وجود هؤلاء، والأدلة متضافرة على ذلك، الأدلة متضافرة على ذلك، نعم. لكن ورد عن العرب أنه قد يؤتى وينوب الجار والمجرور عن الفاعل في وجود المفعول به. ونضرب أمثلة من كتاب الله عز وجل ومن شعر العرب. فأما من كتاب الله عز وجل، فقول الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قراءة أبي جعفر، ليجز قوما بما كانوا يكسبون. الفعل عندي هنا بني للمجهول، يجزى المفعول به هنا أصل ليجزي الله قوما، فهنا لم يلتفت للمفعول به وجيء بالجار والمجرور نابع عن الفعل. نعم، الباء، الباء ما ما. طبعا هنا أهل البصرة قالوا وما جاء عن العرب في ذلك إما أنه يؤول أو أنه شاذ. فطبعا في كتاب الله لا يستطيع أن يقول شاذ، فهنا أوله أهل البصرة، أوله قالوا ليجزى الجزاء قوما بما كانوا يكسبون. وضعت هذه حتى يخرجوا من هذا المأزق. طيب عندنا شواهد شعرية مثل قول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، استدل به أهل الكوفة، لم يعن بالعلياء إلا سيدا. الفعل عندي هنا الذي بني المجهول يعنى، طبعا فعل ملزوم وعلامة جزميه حذف حرف العلة، بالعلياء نابت عن الفاعل في وجود المفعول به سيدا، فقالوا هذا خاص شاذ، فإما أنه يكون شاذ وإما أن يكون يعني مؤول بتأويل. مذهب الأخفش طبعا قلنا فيها ثلاث آراء، الأهل البصرة يقولون بوجوب تقديم إنابة المفعول به، أهل الكوفة يقولون لا، يقولون يجوز، واستدلوا بالآية والبيت الشعري الذي قلته. أما الأخفش فيقول له رأي يعني انفرد به عن أهل البصرة الذي يعني ينتمي إليهم، فقال إذا تقدم غير المفعول به عليه فهنا يجوز فيه، كما يقول لما يقول ضرب في الدار زيد، إن تقدم نعم، طب وإن لم يتقدم وجب. مثال هنا يقول ضرب زيد في الدار، وضرب في الدار زيد، الجار والمجرور إذا تقدم، هنا تقدم المفعول به نعم، لما يقول ضرب في الدار زيد لا يجوز عنده ضرب زيدا في الدار، يشترط في تقدم في إنابة غير المفعول به عليه في وجوده كالجار والمجرور أن يتقدم عليه، فعنده يجوز ضرب في الدار زيد نعم زيدا، وهنا في الدار نابت على المفعول، لكن إذا قدمه لا يجوز عنده، فهنا ضبطها بضابط التقديم والتأخير. أهل الكوفة يقولون لا، سواء مقدم مؤخر، واستدلوا بالبيت الشعري لم يعن بالعلياء إلا سيدا، فيها تقديم وتأخير ما أثرت. وضعت هذه، فإذا رأي الجمهور أنه إذا وجد المفعول به فيصرف النظر عن بقية الأشياء، طبعا باستثناء الأخفش. أهل الكوفة يقولون لا، يعني يجوز، واستدلوا بالآية في الآية القرآنية والحديث، والأخفش كما قلنا يضبطها بضابط التقديم عليه.
يقول أصح هذه الأقوال على الجمهور الجواز إذا أمن اللبس، يعني أن تجعل المفعول به الثاني ينوب عن الفاعل في باب أعطى وأخذ إذا أمن اللبس. منع التقديم المفعول به على الثاني على الأول ليحل محل الفاعل المحذوف. منع تقديم الثاني إذا كان نكرة وأول المعرفة، لأن المعرفة أولى بالرفع قياسا على باب نكرة. ده طبعا مذهب أهل الكوفة، يقولون يشترط أن ينوب المفعول به الثاني على الفاعل أن يكون إذا كان نكرة والأول معرفة، المفعول به الأول معرفة والثاني نكرة، ضبطوا بهذا الضابط. فأهل الكوفة يقولون إذا كان الثاني نكرة والأول معرفة فتقديم الأول قبيح، تقديم الأول في إنابته عن الفاعل قبيح عندهم، وإذا تساوي في التعريف المفعول بالأول جاء معرفة والثاني جاء معرفة كان في الحسن سواء، قدم أي منهما ولا ضير. وإن كان الفعل الذي ينصب مفعولين من باب ظن كلمتين من باب أعطى، طب إن كان من باب ظن وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهم المبتدا والخبر، أو أعلم وأرى التي تنصب ثلاث مفعيل، قال ففي المفعول به الثاني إذا تقدم ليحل محل الفعل أقوال، منها جواز التقديم إذا أمن اللبس ولم يكن جملة ولا ظرفا، يبقى إذن ضبطها بضابط، يجوز أن ينوب المفعول به الثاني عن الفاعل لكن بعدة ضوابط. الضابط الأول أمن اللبس، ما يحدث لبس عند السامع، لا يحدث يعني لبس عند السامع. الضابط الثاني ألا يكون جملة ولا شبه ولا ظرف، مع أن الأحسن إقامة الأول، الأحسن إقامة الأول باتفاق عند الجميع، هذه ما في خلاف. مثل ظن مسافر خالدا، الأصل ظننت خالدا مسافر، فهنا جاء بالمفعول به الأول من باب ظن وأخواته وناب عن الفعل، الثاني وقدمه وناب عن الفعل. طيب هل أحدث لبسا؟ لم يحدث، فقدم المفعول به الثاني ليحل محل الفاعل المحذوف. ونحو أعلم النبأ أحمد صحيحا، والأصل أعلم محمد أحمد النبأ صحيحا، فهنا قدم المفعول به الثاني وجعله يحل محل نائب الفاعل ولم يحدث أي لبس في هذه الجملة، فهنا جائز. امتناع التقديم إذا وقع اللبس، مثل ظن صديقك زيدا أعلم عليا الرجل مسافرا، هنا يمتنع التقديم. ليه؟ ما السبب؟ صديقك زيد وزيد صديقك يصح التقديم والتأخير، فهنا يقع لبس، فلذلك هنا يقدم، يعامل معاملة الترتيب، يعامل معاملة الترتيب، المفعول به الأول ينوب مناب الفعل والثاني يبقى على مفعوليته. وكذلك في باب أعلم وأرى المفعول به الأول ينوب مناب الفعل والثاني والثالث يبقى على مفعوليته. أو كان جملة أو ظرفا، مثل ظن فوق المكتب كتابا، هنا جاء ظرف، لا يبقى هنا يحدث لبس. وظن عليا أخوه مسافر، ونحو أعلم أخاك صديقه في المنزل، وأعلم محمدا صديقك أخوه مسافر، هنا جاء المفعول بالثاني جملة أو جاء ظرفا، فهنا يمتنع إقامة المفعول به الثاني مناب الفاعل، مناب الفاعل. منع تقديم المفعول به الثاني مطلقا وتقديم الأول لأنه مبتدأ في الأصل، نحن قلنا ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، فلذلك يمنع تقديم المفعول به الثاني مطلقا وتقديم الأول لأنه مبتدأ في الأصل، فيحافظ على ترتيب الجملة، فيحافظ على ترتيب الجملة. فلا يجوز ظن قائم الرجل، لأن أصل الرجل قائم مبتدأ وخبر، أصل جملة الرجل قائم، فلما تقدم المفعول به الثاني وتجعله ينوب عن الفاعل وتؤخر المفعول به الأول هذا لا يجوز عند أهل النحو. وإن إذا كان الفعل من باب اختار، يعني أي على وزن يعني افتعل، يعني فهنا يقول تعيين تقديم الأول وبه قال أبو حيان وعليه الجمهور يتقدم الأول، وهذا هو الأأمن والأسلم. امتناع تقديم الثاني فلا يجوز نحو اختير محمد الطلاب، لأنه لا يؤمن اللبس في الكلام، لا يؤمن اللبس في الكلام لأنه من باب اختاره. أما القول في تقديم غير المفعول به مع وجوده ليحل محل الفعل
ففي أقوال أيضا قلناها منذ قليل، أنا أوجزتها لكم في عجالة، قلت إذا وجد المفعول به فله الأحقية في التقديم على غيره في نيابة على الفعل، وهذا رأي البصريين، وهذا رأي البصريين. الكوفيون والأخفش وابن مالك لم يمنعوا التقديم لوروده في قراءة أبي جعفر كما قلت ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ومنه قول جرير ولو ولدت قفيرة، قفيرة هذه أم الشاعر الذي أراد أن يهجوه، جرو كلب لسب بذلك الجروي الكلابة. هنا الفعل مد مجهول سب، وجيء بالجر والمجرور النائب عن الفعل في وجود الكلاب، الكلاب مفعول به، ففي وجود المفعول بهنا أناب الجار والمجرور عن الفعل، وكان حق الشاعر أن يسند الفعل سب إلى الكلاب لأنه يتعدى إليه بغير حرف الجر، ولكنه قدم المعمول الثاني للفعل المتعدى إليه بحرف الجر وهو بذلك. طبعا عده يعني ابن جني عليه رحمة الله في كتاب الخصائص وغيره قال أنه ضرورة من أقبح الضرورات الشعرية، وقال عنه يعني بعض أهل النحو أنه يعني شاذ. قلنا إما أنه يؤول أو أنه شاذ، في كتاب الله يؤول، في غير كتاب الله شاذ لا يقاس عليه. إذا نصب الفعل أكثر من مفعول به كان ينصب مفعولين أو ثلاثة، أقيم الأول مقام الفاعل المحذوف على الوجه الصحيح كما قلنا، كما ذكر السيبويه وجمهور النحاة، وهذا هو الأصل لعلي جمهور النحاة، أن المفاعيل الباقية منصوبة على أصلها بفعل الفعل عندما كان الفعل مبنيا للمعلوم. وبهذا الرأي قال الزمخشري في كلامه ويتكلم عن السبب في النصب. طيب إذا وجد المفعول لأجله هل يصح أن ينوب عن الفاعل؟ في وجه، لا يجوز نيابته عن الفاعل إذا كان منصوبا باتفاق جمهور النحويين، هذا قولا واحدا. فإذا كان المفعول لأجل مجرورا بالحرف ففي قولان، لا يصح تقديمه لأن المجرور لا يقام، ولأن بيان ولأنه بيان لعلة الشيء جاء يبين السبب، المفعول لأجل دائما يبين العلة فيما قبله، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بالمرفوع أيضا، يعني يقول إذا جاء منصوبا باتفاق لا يجوز إنابته عن الفعل، وإن جاء مجرورا نفس الكلام. قيل بجواز تقديمه بناء على جواز إقامة المجرور، هذا رأي ضعيف ولا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة. الذي ينوب عن الفعل المفعول به الظرف والمصدر والجر والمجرور، هذا الذي عليه يعني الجمهور. طيب هل يجوز إقامة التمييز مقام الفعل المحذوف؟ جوزه الكسائي وابن هشام فقال في امتلأت الدار رجالا امتلئ رجال، لكن جمهور النحاة لا يجيزون ذلك. الخلاصة، خلاصة هذا كله نظرا لأن الأمور تشعبت الآن، فنأتي، أنا أحب دائما في أن أتي بالخلاصة حتى نوجز فيها. إذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله من متعد لمفعولين، إذا كان الثاني غير الأول فالأول نيابة المفعول به لكونه فاعلا في المعنى، كسي زيد ثوبا، زيد والثوب الأول غير الثاني، زيد معرفة وثوب نكرة، خلاص. إذن هنا يقول فإن كان الثاني غير الأول فالأول الأولى نيابة المفعول الإيه؟ الأول، خلاص هذه انتهينا منها. ويجوز نيابة الثاني إذا أمن اللبس نحو ألبس عمرا جبة، معروف من الذي يلبس الآخر، فإن أمن اللبس فيجوز. فلو خيف الالتباس كما في أعطي زيدا، أعطي زيد بشرا، أنا لا أعرف من فيهم المعطي ومن فيهم الآخذ، فهنا ساق على اللبس، لا يبقى إذن هنا وجب نيابة الأول. يبقى إذن خلاصة الكلام إذا تعدى الفعل لمفعولين إن أمن اللبس قدم وخلي المفعول الثاني، إن لم يؤمن اللبس وجب تعيين المفعول الأول مناب الفاعل. فلو خيف الالتباس لا بد من إنابة المفعول الأول. مجمل القول في هذه المسألة لا يقام في هذا الباب مفعول له لأجله ولا مفعول معه مناب الفاعل يعني، ولا حال ولا تمييز، لأنه لا يتسع فيها بخلاف المصدر، المصدر اللي فيه خلاف يعني من الممكن. إذن المفعول به هو الذي ينوب عن الفعل، يأتي بعد ذلك المصدر الظرف الجار والمجرور. وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا، يقول كما لا يكون الفعل إلا فاعل واحد، أي فعل له فاعل واحد،
كذلك لا ينوب عن الفعل إلا شيء واحد. هل يصح أن ينوب عن الفعل فاعلا؟ يعني ينفع نقول نائب فاعل أول ونائب فاعل ثاني؟ لا. وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظا إن لم يكن جارا ومجرورا، وإن يكون فمنصوب محلا. أحكام نائب الفعل سأخذها على عجالة. أول شيء، لا يحذف عامله إلا لقرينة مثل الفاعل. كنا من الممكن أن نقول يحذف فعله، نعم كذلك ما يسري على الفاعل يسري على نائب الفعل. قد يحذف عامله اللي هو الفعل لقرينة، نعم، مثل من جلد فتقول زيد، أصل كلام جلد زيد، فهنا يجوز لأنه دل عليه الكلام. الحذف الواجب هو أن يتأخر عنه بفعل يفسره، كما أخذناه في درس الفاعل. وإن أحد استجارك، وإن استجارك، أو إذا السماء انشقت، أصل إذا انشقت السماء انشقت. وإن استجارك أحد، إن استجارك أحد استجارك، فنفس الكلام هنا. وإذا الأرض مدت، يقول مدت هنا الأصل إن الفعل هنا محذوف وجوبا، إذا مدت الأرض مدت. أو إذا جاء بعد إذا الفجائية، خرجت فإذا القاتل يشنق، فالقاتل نائب فعل فعل محذوف بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية. فإذا إذا يحذف وجوبا إذا جاء بعد إذا أو إذ، إذا الشرطية أو الفجائية. تأنيث عامل إذا كان مؤنثا، قلنا وجوبا أو جوازا، وجوبا في حالتين وجوازا في أربع حالات كما أخذناه في الفعل. لا يقبل منها شفاعة، شفاعة مؤنث مجازي يجوز فيه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، آيات جمع تكسير يجوز فيها، قالت العرب وقال نسوة يجوز فيه. إذا زلزلت الأرض، الأرض مؤنث مجازي يجوز فيه، فيجوز في بناء الفعل المعلوم التأنيث والتذكير إذا جاء الفعل مؤنثا مجازيا. طب متى يجب تأنيثه؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن فعلي بفاصل، أو إذا عاد الفاعل ضمير مستتر على مؤنث مجازي أو حقيقي، مثل وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. ما قال رد إليهم، لا قال ردت. ليه؟ لأن نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث اللي هي البضاعة. إذا الصحف نشرت، نشرت هي، فهنا الفاعل يعود على مؤنث سواء حقيقة أو مجازي، المهم أنه يعود على مؤنث، هنا يجب التأنيث. وإذا القبور بعثرت، لم يقل بعثرة، لأنه يجب التأنيث هنا. لا يثنى العامل ولا يجمع مع نائب الفعل المثنى والجمع، يقصد لغة أكلون البراغيث. الأصل أن يبقى الفعل مفردا مع فاعله حتى إن جاء مبنيا للمعلوم، وإن جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله. العامل في نائب الفاعل إما أن يكون عامل صريح وهو الفعل مد مجهول، وإما أن يكون عامل مؤول. المؤول إما يكون اسم مفعول أو أنه يكون اسم نسب المنسوب إليه. فالاسم المفعول مثل هذه أسرة مهذب أبناؤها، أبناؤها ما العامل فيها؟ مهذب، هذا شبه مشابه للفعل في عمله. أو هذا رجل ريفي طبعه، طبعه نائب فاعل، ما العامل فيها؟ المنسوب الريفي، فهنا عمل عمل فعله. هذا ما عندي، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.